بسم الله الرحمن الرحيم. جرد أنه ترك الصلاة على طول والله يا إخواني أنه بترك الصلاة يقذف على المعاصي والذنوب مباشرة، لأن الله عز وجل يقول في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فأنا أقول اللي صلى يبشر بأن الله عز وجل يبشر بالفردوس الأعلى من الجنة. الله عز وجل يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ربنا يا ربنا